وبركاته. السلام عليكم الخوت، كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. اليوم ان شاء الله غنحاولوا نديروا سيميتريكاتير ونديروا صفحة 38. غنحاول ما امكن انني نخفف شي شويه، لان التمارين ديال الهندسه كيكونوا هذا دي جيومتري كيكونوا طوال بزاف صافي. اذا غنحاول نخفف باش نسالي لكم الصفحة تقريبا كامله. الى ما ساليناهاش موعدنا في صفحة اخرى ان شاء الله، ونبداو على بركة الله. ما تساليش بلايك لك اول مره كتشاهد القناة ديالي. إذا غنبداو بالإكسرسيس نيميرو 14 اللي كيقول لا لونغ الزاوية ديالنا M O N إي أن أونغل A، يعني زاوية حادة، سوا أ أن بوان دو لونغ M O، تكون أ من نقطة كتنتمي لهذ الزاوية يعني لداخل ديال داخل الدائرة بحال هكا. إذا أول سؤال ديالي هو كونستخوي لو بوان أ، إذا غادي نصاوبو النقطة أ، يعني غادي نكونستخوي لو بوان أ سيميتريك ديال أ بارابور أ أن. صافي اذا غنصاوبو او سيميتريك ديال هاد ا بالنسبه لهاد المستقيم. وبالنسبه للسؤال بي كونستخوي لو بوين اف سيميتريك دو ا بارابول ا او ان، غنصاوبو اف هي سيميتريك ديال ا بالنسبه للاو. هنا الانشاء النقطات غنديرو الشكل ديال، اذا هذا هو الشكل ديالنا، غادي نرسمو او بالنا سيميتريك ديال ا بارابول ياش المستقيم او ان. اذا كنشد الكورس ديالي وكنقلب على المستقيم الموازي، المستقيم العمودي والمر المقطع موازي فوالا، ثم من النقطة ا نزل ديما كنرسم العمودي والمر من النقطة هو الاول، ومن بعد كناخذ البيركار ديالي وكناخذ المسافة ما بين نقطة التقاطع ديال المحور اللي هو او ام او ان والنقطة، وكنديرها من ديفا اخرى. هادو هما الطرق باش كنرسم المماثلة، باش كنرسم بوان سيميتري. وبنفس الطريقه غادي نرسم السيميتريك عاوتاني ديال النقطه ا مع المستقيم او او ان. اذا غادي نرسم العمودي على المستقيم او ان والمر من النقطه ا فاش و ناخذ البيركار ديالي وندير المسافه ديالي اللي هي ما بين التقاطع كما قلنا والنقطه ا. هادشي اللي ما شافش الشرح قلب اخويا في القناه، راه الشرح درنا حنايا 3 شهور هادي قبل ما تدخلوا حتى للمدرسه، راه كاين تلقاو تمارين وحلول قبل ما تدخلوا للمدرسه، وهذه هي النقطه اف. اذا الحاجه اللي غادي نستافد منها هو ان هذه المسافه هذه قد المسافه، وهذه المسافه قد المسافه. اذا انطلاقا من الشكل ديالنا خاصنا نمونطريو كو او او كتساوي لنا او، خاصنا نبينو بان هاد او او كتساوي او، غنديرهم لكم بلون اخر. اذا لاحظوا لي مزيان باش هادشي اللي غادي نشرحه هو اللي غادي نكتبو مؤخرا. شوفوا عندنا هنا، عندنا بان ا او هي سيميتريك ديال ا بالنسبه لاو ان، وعندنا بان الاف سيميتريك ديال ا بالنسبه لاو ان، وعندنا يعني المسافه اللي عندنا يعني هاد المستقيم او ان غيولي هو يعني المسافه كيقسم ليا قلنا المسافات متقايسين. اذا هذا هو الميديال قيس ديال القطعه او او ا، يعني او ا هذه المسافه او ا كتساوي لنا المسافه او او، هذه هي اول حاجه غادي نستنتجو. بنفس الطريقه عندنا المسافه عندنا بان الاف قلنا هي سيميتريك ديال ا، اذا او ام هو الميديال قيس ديال السيغمون القطعه ياش اف ا، وبالتالي هذه المسافه كما قلنا قد هذه، وغنستنتجو بان هذه القطعه قد هذه واحد وجوج، بما ان هذا كيساوي ا وهذا كيساوي او ا، اذا او كتساوي لنا او اف. هادشي اللي غادي نكتب لكم هنا. اذا بالنسبه للسطر الاول قلنا بان او باش نعاودو نشرحو، او هي سيميتريك دو ا بارابور لاو ان، هي اللي كتبناها سيميتريك دو ا بارابور ا لو او ان اي 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 لا ميدياتريس دو سيغمون ا، اذا هو واسط القطعه ا. دونك غادي نستنتجو بان حيت لان الاو ما بلا ما نكتبوها او كتنتمي لاو ان، لان اصلا قلنا المستقيم يعني هاد الاو كتنتمي، اذا ليكستريميتي ديال هاد ديال ما بين او و ا ديال القطعه كيكونوا ايغو، هادي راه قاعده. اذا هنا هادي قاعده الاول، اذا هادي واحد عقلوا عليها انت. دابا غادي نديرو نفس الطريقه اللي درنا بالنسبه لاو غنديروها للاف، اذا غادي نكتبو اف سيميتريك ديال ا بارابور او ان، الوغ او ان ميدياتريس السيغمون ديالنا اللي هو ا اف،
دونك او اف كتساوي لينا او وغادي ندورو عليها مثلا. اذا هذه الثانيه. اذا من واحد و جوج نستنتجو ان شنو ان الاو كتساوي لينا الاف. نكتبو بيان دو ا اي دو من واحد و اثنان اون ديدوير كو او اف كتساوي لينا او. اذا السؤال الثاني ديالنا عندنا هنايا ان هنا عاد ان ماشي ام. اذا هنا مونتري كو نصف المستقيم او ان الى بيسيكتريس ديال لونغل او ا او ا او. اذا منصف هذا هو واصف او لا منصف الزاويه ولا منصف منصف زاويه. اذا قسمنا هذه الزاويه علاش قسمين ها واحد ها الثاني. اذا خاصنا نبين. اذا حنا ديجا بينا بان الاو ا كتساوي لنا او وعندنا بان الا سيميتريك ديال او بارابول او ان يعني هذه المسافه من هنا قد هنا. دونك غادي نستنتجو ان الطابعه الرباع ديالنا اللي هو ا او او متساوي الساقين يعني عنده قطعتين. الوغ هاد الزاويه هادي كتساوي لنا ها الزاويه. وبما ان هاد الزاويتين متقايسين اذا او ان هو مالو هو بيتين كينسق لنا الزاويه. هادشي نكتبو. اذا قلنا بان او ا كتساوي او او وعندنا او هي سيميتري ا بارابول ا او ان. الو لا ناتيف ديال تريونغ ديالنا اللي هو او ا او ا او قلنا ايزوسيل متساوي الساقين ايزوسيل هاد الطريقة الحية. اذا هنا ايزوسيل اون او يعني الرأس ديالو هو او ديال تريونغ. دونك النصف المستقيم ديالنا اللي هو او ان الى بيسيكتريس دو تريونغ بيسيكتريس بيسيكتريس دو لونغل او ا او او ان. الفيديو دابا راه حنا راه كنديروا المستحيل باش نبينوا لكم بالكتابه ولكن ما كنشوفش اللايك في الفيديو هكا باش كيبقى فينا الحال. اذا قال لك لا دروات او اف كوب لا دروات او ا اون بي. اذا هنا هاد او اف غادي تقطع لينا هاد او ا فواحد النقطه بي غادي نرسموها. اذا غنجيبوا المسطره وغادي نرسموا هذاك المستقيم اللي هو او اف وغادي نديروا التقاطع ديالو مع او ا. اذا ها هو غادي نرسموه وغنديروا التقاطع ديالو باش يعطينا النقطه ايش تعطينا النقطة بي. إذا فاش بغيت تفرج في الفيديو ديالنا في السكويلاطة دير أبوني لك تي أول مرة وضروري دير لنا واحد لايك تحفيزي وبارطاجي الفيديو مع الأصدقاء ديالك. دابا السؤال كون تخويل بي لو سيميتريك بي بارابول أو إن ها هو الأو إن. حيت راه شوفوا هاد التمرين راه الإم والإن في الأول ما ديك راه هما ملناش هما مقلوبين التمرين كامل مقلوب. إذا أنا حاولت أنني نفيكسيهم هنا وهادشي اللي خدمت عليه. إذا كانت هنا إن ديرو إن كانت إن ديرو إن. إذا نفس لو برانسيب غادي نرسمو سيميتريك ديال بي البارابول او اف والاخرين الا كانت هنا الان غتسمو بارابول هنا غاتجيكم هنا. اذا قلنا غادي نجيبو الكوس ديالنا وغنديرو الباراليل لما غنديرو البيربونديكولار على الاو ان و باس باغ بي. اذا البيربونديكولار و باس باغ بي هذا هو غادي نرسموه وهذا. وغادي نرسمو نجيبو البيركار ديالنا وناخذوا القطعة يعني التقاطع ما بين او ان وما بين لو بوان ديالنا اللي هو بي ونديروها من الضفة الأخرى. راه غالبا ما تجيكمش على ما تجيكمش فوق الخط لأن حنايا كاسبيسيون. إذا قالوا لنا مونتخي كو بأن بي بي بأن هاد المستقيم بي بي مالو موازي مع المستقيم أ. راه باينه بالعين المجرد. اذا شنو غادي نقولوا؟ اذا قلنا عندنا بان الاو هي سيميتريك دو ا بارابول او ان. هذا سينيفي كو كيعني كيعني ان هذا الا او مالو عمودي على او ان. هذه هي الاولى صافي. عاوتاني عندنا بان البي هي سيميتريك بي بارابول نفس المستقيم اللي هو او ان. سينيفي كو بان البي بي مالو عمودي على الاو ان. والخاصيه اللي كنا كنعرفوا إذا كانوا جوج ديال المستقيمين متعاملين على نفس المستقيم إذا دوك المستقيمين متوازيين. إذا إكزارسيس 15 أ بي سي دي أن تريونغل ريكتونغل قائم الزاوية أون أ تيل كو. إذا قائم الزاوية أ بحيث أ بي كتساوي 5 سنتيمتر والزاوية بي كتساوي 50 سنتيمتر. دي دو سيميتريك دو بي بارابور أ إذا بارابور أ أ بون. إذا غادي نصاوبو. إذا أول سؤال هو فيغ أون فيغيور نصاوبو الشكل. قالوا لنا بان الابي كتساوي 5 سنتيمتر غادي نبدا ابي 5 سنتيمتر. وثاني حاجه ان الزاويه بي فيها شحال 50 درجه
إذا ناخذ في الزاوية ديالي في ونعبق 50 درجة. والسؤال الثالث هو أن المثلث قائم الزاوية. إذا نجيب المثلث ديالنا وغادي نديرو قائم الزاوية فيها. وهذا هو الشكل ديالنا اللي راح نقلبو. وقالوا لنا بأن النقطة دي هي سيميتريك دي بارابور أ نقطة. فهذا هو السيميتريك سنترال. نصاوبو لاكس ديالنا فوالا. حيت هو سيميتريك يعني ا هي المنتصف. غادي ناخذ سيدي القطعة ديالي اللي هي ا في وغادي نضيفها من الضفة الجاية باش نحدد هذيك النقطة في و. إذا السؤال الثاني مونتخي كو تي اي لو سيميتريك ديال تي بارابور المستقيم اس. كما كتلاحظ حنايا فاش قلنا بأن تي سيميتريك دو تي بارابور ا يعني هاد القطعة هادي كتساوي يعني ا هي المنتصف ديال ا. هادشي غادي نكتبوه و. اذا غادي نقولوا بان عندنا دي قلنا هي سيميتريك دو بي بارابور ا سينيفي كو ان الاب كتساوي لينا الاب. وبما ان الاب كتنتمي لينا يعني ابارتيان كتنتمي للمستقيم ا سي دونك راه دي هي سيميتريك ديال لو بوين دي بارابور ا سي. اذا قلت اون دي دوي لا ميزور ديال لونغ. اذا هاد لونغ هادي خاصنا نعرفوا القياس ديالها. حنايا كنعرفوا بان عندنا هاد الزاويه قياس ديالها 90 درجه وهاد الزاويه قياس ديالها 90 درجه وهاد الزاويه قياس ديالها 50 درجه. يمكن لينا نحددوا القياس ديال هاد انطلاقا من مجموع ديال الزوايا ديال المثلث. حنا ما غنمشيوش في هاد الطريق ولكن نمشيو في طريق اخرى اللي هي هادي. غادي نقولوا بان الديسيميتريك ديال بي بارابور ا سي هو اللي شفنا في السؤال اللي قبل منه. وعندنا بان سي ابارتيان يعني كتنتمي ابارتيان ما عنديش كيف نكتبها في سي. إذا أنا بارتيان المستقيم أصلي هذا كيعني تيسينيفي بأن المسافة سي بي كتساوي المسافة سي بي. هذه قاعدة أي نقطة كتساوي الميدياتريس يعني لا كي ديستونس ما بين ليكستريميتي ديال لو سيغون كيكونوا إيكو. هذه قاعدة دونك ألو راه قياس الزاوية ديالنا اللي هو سي بي تي قياس هاد الزاوية كيساوي لينا قياس هاد الزاوية. وشحال كيساوي لينا؟ كيساوي لينا 50 درجة. علاش؟ لأن المثلث عندنا هنايا مالو إيسوسيل متساوي صحيح. دونك لا ميزيغ ديال لونغل ديالنا اللي كنحسبوها ما هي إلا سي بي كتساوي لينا مجموع ديال الزوايا اللي هم 180 ناقص جوج ديال المرات مضروبة في الزاوية ديالنا اللي هي سي إي بي جوج مرات هاد الزاوية يعني كيساوي 180 ناقص 100 50 50 هي 100 يعني كتبقى لينا 80 درجة. وهذا هو قياس ديال الزاوية الكبيرة. خير سواء او ان بوان دو بي سي كتنتمي النقطة بي سي ولكن ما كتنتمي لا ما هي او ما هي بي ما هي سي. اذا كتنتمي للمستقيم. قال لك كونستخوي لو بوان اف سيميتريك بارابول اس. غنديرو السيميتريك ديالها بارابول اس. اذا هنا طولنا المستقيم اس سي دابا غادي نطولو حتى المستقيم بي سي باش ناخدو نقطة كتنتمي للمستقيم بي سي. كنا حنا نطولو المستقيم بي سي وغادي نحاولو النقطة ناخدوها تكون أسفل. إذا غنديروها بحال هكا مثلا ونجيو وناخدو لو بوان ديالنا أ نديروه هنا. إذا هنا نديرو لو بوان إف مثلا صافي لو بوان إف هو هذا الأو ماشي إف. إذا غنضربو السيميتريك غادي نجيبو المثلث ديالنا غادي نديرو العمودي على لاكس. شكون هو لاكس سيميتريك؟ هو الأس. كان اسي غنديرو العمودي على الاسي والمر من النقطة او فوالا عمودي والمر من او. فوالا احنا درناه. ثاني حاجة غادي نجيبو البيكار وغادي ناخدو المسافة كما قلنا ما بين تقاطع ديال لاكس ديال محور التماثل والنقطة ديالنا ونديروها من طيفة لأخرى مازال ونحددو النقطة ديالنا. إذن هذا هو الشكل النهائي ديالنا. إذن قالوا لنا السؤال دونك غادي نكتبو بأن قلنا شنو؟ أن دي هي سيميتريك ديال دي بارابول الأس واخا سيميتريك لا نحيدوها. وعندنا بأن الإف
سيميتريك ديال او بارابور نفس المستقيم اللي هو اس. سينيفي كو بان القطعه اللي هي دي اف هي سيميتريك ديال القطعه البي او بارابور نفس المستقيم اللي هو اس. وكونسي كو كنعرفوا بان لا سيميتريك اكسيال كونسير لي ميزور ديالهم كتحافظ على قياس الاطوال. دونك لا ميزور ديال شي لونغ مباشره دونك راه دي اف المسافه اللي هي دي اف كتساوي لنا المسافه اللي هي البي. اذا التمرين رقم 16 وقيلا باقي ما درتي ليش لايك، حسيت بانك مازال ما درتي ليش لايك، بارك على لايك. اذا التمرين رقم 16 كيقول لك ا بي سي دي اب قيم ريكتانغل اون قائم الزاويه واحد من ثلاث اللي هو قائم الزاويه ف سواء اش هو لا هوتور غولاتيف على كوتي بي سي هو الارتفاع المقابل للضلع بي سي. هذا نسموه هذا المثل. اذا نقول قائم الزاويه بي ا، اذا غادي نرسم واحد القطعه نسميها هي ا بي، نجيب بي المثلث ديالي ونرسم الزاويه قائمه في ا حتى هذا هو المعطى اللي تقالي بوحده ما يعطونيش المسافه الاخرين ما كيهمونيش. اذا ندير بحال هكا قائم الزاويه في ا ونكمل الرسم ديال المثلث ديالي. واه هذا هو المثلث اللي طلبوا ليا قائم الزاويه في ا. اذا حاجه هي اش هو المقابل للارتفاع. ملي كنقول ارتفاع يعني هو داك المستقيم القائم الزاويه على العمودي على البي سي هو المار من النقطه من النقطه. هذا هو الارتفاع المقابل لاكوتي بي سي. واحد اذا غادي نرسمو يعني هذا هو الارتفاع عمودي على البي سي. إذا هذا هو الشكل النهائي. دابا السؤال الأول، إذا هو كونستخويق أو بسيميتريك أش بارابور على دروات أس، غادي نشأو المقابلة أو المماثلة ديال أو ديال أش بالنسبة لأس. المماثلة ديال أش أش غنديرو؟ غنديرو المستقيم العمودي على الأش على الأس سي والمر من نقطة أش. مبقاش كيبان ليكم مثلث، ما نعرف مالو، خاص معانا. نرسمو العمودي والمار من النقطة اش. ها هو انا راه كيبان ليا نتوما بغي حتى نتوما راه يبان ليكم ان شاء الله البيركار. وناخذو المسافة التقاطع ما بين المستقيم وما بين النقطة ونديروها من ديفاقرا باش نحدو النقطة. واه نازل. واه اذا هذه هي او. دابا نسدو السؤال الثاني، كونستخويغ اف لو سيميتريك دو اش بارابور على بوان ا بي. إذا غنصابو الإف هي سيميتريك بالنسبة لأر. نشدو المثلث ديالنا دابا وغادي نديرو العمودي على ياش على الأر بي والمار من النقطة أش بالطبع لأننا حنا كنديرو سيميتريك ديال أش. مازال وكيف العادة غادي نجيبو البيكار ديالنا وناخدو المسافة ديالنا اللي ما بين أش وهذا التقاطع ديال المحور اللي هو أر بي ونديروها من الطريقة الأخرى باش نحطو النقطة ديالنا إف. وهذه هي الصورة اف. السؤال الثالث، إذا هذا الشكل النهائي دابا قالوا لنا مونتخي كو أن بي أ اف بي أ اف، هذا غادي نسد لكم هذه الزاوية بي أ اف هذه الزاوية كتقيس الزاوية أش أش أ بي كتقيس هذه الزاوية عفوا ونبين عاوتاني بان هذه الزاويه اللي هي اش اسي كتقايس. انا غادي نلول لكم هذا اذا يعني غنبين هذه الزاويتين اللي بالازرق باش تقايسين وهذه اللي بالاحمر تقايسين. دابا واحد السؤال صافي، اذا غادي نبداو بالزاويتين الزرقين شنو عندنا؟ عندنا بان الاف هي سيميتريك دو اش ياك بارابول اس. هادشي هو اللي شفناه في المعطيات. يعني شنو؟ وعندنا الار كتنتمي لنا ياش الاس، يعني المسافة أن AB كتساوي لنا المسافة AC، وعندنا الأس الـ AB هو الميدياتريس، هو الميدياتريس، دونك راه الزوايا متقايسة، هاد الزاوية كتقايس هاد الزاوية. دونك غادي نقولو بأن عندنا سيدي F قلنا هي سيميتريك ديال H بارابور AB، F سيميتريك دو H بارابور AB، وعندنا لي سيميتريك ديال A وديال B هما نفسهم بالنسبة نفس المستقيم اللي هو أ بي حيت سيميتريك ديال أ هي أ وديال بي هي بي. علاش؟ لأنهم كيتساويو نفس المستقيم
هادشي راه قريته واضح. دونك اون سيكولا سيميتريك اكسيال كونسيرف لي ميزور ديال لي زونغل ولا سيميتريك اكسيال كتحافظنا على قياس ديال الزوايا. الوغ غادي نجيو غادي نكتبو بان الزاويه البي ا اف كتساوي لنا الزاويه ا بي. وبنفس الطريقه كما بينا هادي غادي نبينو هنا. هنا ما بدنا حتى شي حاجه، قلنا بان الاو هي سيميتريك ديال اش بارابور ا سي، وعندنا الاسي بوا اسي والاخ او سي السيميتريك ديالهم ما كيتغيروش لانهم كينتموا لنفس لاكس. دونك هنا كنعرفوا دائما بان راه سيميتريك كونسيرا ديال قاعده كيحافظ على قياس الزوايا. اذا الزاويه او او اش او اسي كتساوي لينا الزاويه سي اش. هادشي اللي كاين دابا. لا كيسيون ديالي قال لك مونطري كو ان ا اف باس باغ او، نبينو بان الاف هذا المستقيم كيدوز من او. انا ديجا رسمتو ليكم هو فريمون كيدوز من او. اذا الا بغينا نبينو واش خاصنا نقولو، تبعو معايا مزيان باش تفهم. اذا غادي نقول او سي، قلنا او المعطيات ديالنا اللي صوبناها في التمارين الاولى، او سيميتريك دو ان، او سيميتريك دو اف بارابور ا سي. يعني شنو؟ يعني المسافه قلنا ا او كتساوي لنا المسافه ا اش. هادشي شفناه في التمرين الاول. عاوتاني عندنا الاف هي سيميتريك دو اش بارابور ا اف، قلنا بان المسافه ا اش كتساوي لنا المسافه ا اف. طيب دونك لا ناتور ديال التريونغل ديالنا اللي عندنا هو اف اش اي مالو؟ هو ريكتانجل قائم الزاويه اش. اذا قائم الزاويه في اش، علاش قائم الزاويه في اش؟ حيت عندنا هاد المسافه كتساوي هاد المسافه كتساوي هاد المسافه. ها عندنا هادي كتساوي هادي. هنا بغيت نقول لكم بان كان حنا نكتبوا بان ا اف كتساوي ال ا او كتساوي لينا ال ا اش ثلاثه ديال تساوي ال ا اش. وغادي نقولوا دونك لا ناتور لي بوين ا او او اش هما راه اليني مستقيم. هذا هو الجواب ديالي. اذا لا كيسيون ديالي مطلوب مني انني نستنتج بان ا هي الميليو ديال القطعه ا او. راه باينه بان الميليو القطعه حيت قلنا بان المسافه ا او كتساوي لنا المسافه ا اف النقط ثلاثه مستقيم. اذا غادي نكتبو. اذا قلنا بان عندنا المسافه ا او، المسافه ا او كتساوي لنا المسافه ا اف، وعندنا لي بوين او و ا و اش سون اليني النقط المستقيميه. الو قرا بان ا هي لو ميليو ديال سيغمون دو سيغمون. اذا هادشي اللي كاين في التمرين. وغادي نوقف حتى هنا، راه عييت التمرين عياني صراحه الله، باش نبقى نكتب لكم بحال هكا كياخد ليا بزاف ديال الوقت، وانتم ما كتخسروش عليا حتى لايك واحد. إذا نوقف هنا وموعدنا في لابارتي الثانية إن شاء الله. السلام عليكم.